أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز حضور مجلس فيه معاصي وذنوب مثل شرب الدخان إذا كان الوالد يتضايق مني إذا ذهبت من هذا المجلس ويقول إن الدين يسر ولا تصبح متشدد؟ الدين شرب الدخان؟ إيش هالكلام هذا؟ هذا ما هو من الدين، هذا معصية، ولا تجلس معهم، لأن هذا نوع من الإثم، وإن كان ما يصل إلى حد الاستهزاء لكنه معصية. إذا جلست فأنت لم تنكر المنكر، كان المنكر أنك تمنع بيدك إذا تستطيع، بلسانك، إذا لم تستطع تقوم من المكان، ما تجلس معه، له والدك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.